بين جدران متهالكة آيلة للسقوط تقضي أسرة الفنان هاشم علي حياتها. فالرجل الذي تغنوا به حيا وتخلوا عنه ميتا، لا تزال السلطات المتعاقبة تتجاهل واقع عائلته المرير هنا، حيث تقيم زوجة الراحل واثنتان من بناته ونجله في بقايا منزل متهالك يخلو من الأثاث ويفتقر لأبسط مقومات العيش. تحاصرهم الظروف المعيشية الصعبة منذ رحيله قبل عقد بعد صراع مرير مع المرض. توفي والدي ب 2009 باليمن الدولي، ارتفع عنده الضغط والسكر، وبعدين فجاء عملوا له غسيل كلى رغم انه ما كانش بيشتكي من الكلية يعني. ولما توفي ما رضوش يخرجونه من الثلاجة لأنه قالوا ضروري ندفع البياس. صهيري عبد الحكيم العاقل دفع البياس وخرجه ودفنوه، من بعده ما لقيناش أي اهتمام. يعد الراحل هاشم علي رائد الفن التشكيلي في اليمن وأول مؤسس لمعرض الفنون التشكيلية، إذ أقام أول معرض خاص به منتصف القرن الماضي مجسدا واقع مدينة تعز ونقلا صور الحياة فيها. كما لا تزال لوحاته تحظى بإعجاب الجمهور في أغلب المحافل والأنشطة الثقافية، حيث تأخذ أعماله مواقع في أغلب المعارض الفنية في الحاضر كما كانت في السابق. هاشم علي أصبح لوحة من ضوء، لوحة من جمال، لوحة من ألوان، وعندما يهمل هذا الرمز الثقافي الكبير معنى ذلك أننا نغتاله ونقتله مرتين. إلى هنا كان يتسابق عدد من المسؤولين خلال السنوات الماضية، اكتفوا بالتقاط الصور وتصدير الوعود للأسرة ثم اختفوا تماما، فلا الوعود التي قطعوها لهم تحققت ولا الزيارات تكررت، ليبقى الوضع على ما هو عليه بين وجع الإهمال وقسوة المعاناة. زارنا أكثر من شخص بس ما فيش حد يوفي بوعوده، من لقى صور ومتر وعمل كل شيء، لكن بالنهاية اتضح أنه كله كلام وكلام فاضي. سمعنا قعقعة ولم نرى طحين، لحد الآن لم يتجاوب معهم أحد. هذه الأسرة هي أسرة يمنية ولا حول لهم ولا قوة، أصبحوا يعيشون بأسطبلات. كل ما همنا ليس ترميم المنزل فقط، ولكن مرتب شهري للأسرة، معهم الولد مختل عقليا طبعا في الشارع، أيضا الأم والبنت دون عائل لهم. أيضا أنا كنت أتمنى أن يشيد لهم مبنى من غرفتين مطبخ وحمام ليعلهم مدى الحياة مع مرتب شهري. على مدى نحو 6 عقود ظل هاشم علي يجسد الواقع في لوحاته، حيث يمزج الألوان بإبداع الموهبة ليخلق انطباعا بالدهشة، وهو ما مكنه من الحصول على العديد من الجوائز والألقاب خلال مسيرته الفنية الحافلة. غير أن كل ذلك لم يشفع لأسرته في الحصول ولو على مجرد الرعاية كحق لواحد من قامات اليمن الفنية في مجال الفن التشكيلي. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.